إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن قصوك إن كتابك ثلاثة الأصول عن سكرني هذا الكشيخ أويري، وأعظم ما شيء أبوين كبضا أو أمر الله الله أمر به شيء التوحيد وتوحيدك، وهو توحيدك إفراد الله والله كليرديس بالعبادة عبادة الله كليرا. وأعظم ما شيء أبوين بضا أنها الله ريبي عنه شيء حقيس الشرك وشركي، وهو شركه دعوة غيره والله غير كيس أولا عابده معه الله لتركيس. والدليل دليل كتسان قوله وإله قوم كيس تعالى الله وصر إياه إلى أوير سبحانه، وعبد الله الله عابده ولا تشركوا هل لو ذاكنين به بالله الله شيئا شينا هل لو ذاكنين. وقال كل صاحب سنتهي جمل كان وأن هذا اللق بيني معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحيكك ومنتهي نفي إيا إثبات، نفي معنيه سوحيطهي إن دمان وحل عابده الله قير كيس إبادة اللود ديدو، دمان الله قير كيس إن إبادة لغا أنفيو اللود ديدو. إثبات كنا إبادة دمان تيد وإن الله لو سوغو وجك اللائقا لوغو سوغو سدي و إله وچيدي لوغو سوغو لبداس قوبيكا كورمتا إثبات كي أيوه المريد. وغير وأعظم ما شيء أبوين بضان وأمر الله إلى أمر به شيء التوحيد والتوحيد، وح أبوين إلى أمر أو الضمدي سأمر التوحيد وح لا أبو مجران وح كوين مجران وح أبوين إلهي الضمدي سأمر والتوحيد. والتوحيد توحيد لقد ومصدر وحد يوحد اي جعل الشيء واحدا شيء يحل مذا كدغي وي مركا الضنك وعلى الربا انه عقيده ان احد كعباده مضان مد يهي او يهي الله او سنجرين مد كلو عباده مضان سيداس ايال الربا حق لأغو مجرو حق وين مجرو انت حق حق أغو وين وين وحق الله على عباده وحق الله اسكالها اي الضمد كرسرنا. وأعظم ما شيء أغو وين كبضا وأمر الله إلى أمر به شيء التوحيد والتوحيد، وهو توحيدك إفراد الله والله كليه لديس بالعبادة عبادة الله كليه له. توحيدك يفصر شيخه وغركم فصيري وإن الله عبادة الله كليه له تفسير كاسو كالوحى اللي رهده تفسير اللفظ ببعض معانيه، واللفظ إنه فصيره معاندي سي قيب كمطة معاندي سي قيب كمطة. أما مركل التوحيد وكم نحن ويها انتاس
وإفراد الله بالعبادة وتوحيد كمعاني دي سقايب كمد اي تفسير عاما ماهم ومركا ليرا معنى مطابقة تنوك لو معنى تضمن معاني دي وتوسي اي توحيد مد كمده الشارع ودلالته تضمن وكتو صيب لكن دلالة المطابقة هذه الله فصيره وتوحيدك معناها وتصيو لما يستر الله فصيره بس إذا شارح ينكو قي حي وآه إفراد الله بما يختص به وإن الله لو كليلو وحأو لقوليه لن كاسوه معناه عامك وآه دلالة المطابقة إن كلمة التوحيد معناها دي ولا الشيخ قول لك كلمتين ومعناها انه شرح انه يقول لك افراد الله وان الله لكريم سبحانه الهي بان نستهان او نقصان كفوك وتعالى الله سريه بما يختص به والله وحق لقوريه وان الهي الله كريم مرك اللي يراد والله وحق لقوريه وإن الله لو كليه صدح معنا أسوق العصيرية وأنواع التوحيد الثلاثة وصدح لنا التوحيد كالمعاني دي سكاكوبنات كانوا الرئيوة توحيد الربوبية إن الله لو كليه رب النمديس الله إن لو كليه رب النمديس تاسن معنيه دو حي تاهي وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير وين صدح لاس معنه رب خلاصة دي سوي صدح لاس معنه رب يا ولطة وإن الله لو كلي يرى أبو رستا تصالح قول لي إله دو كلي جيسا إلهي وح أبورا مجرو أحد كلي أو أبورا أساقا كريجيس وح أبورا أو شيء أن تريرو وح ترى كردنا أحد كلا أو صفات أصله مجر ساقا كريجيس إسكلا وإن الله كلي يارو أن لوغو شريك يارو وإن الله كلي يارو ملكي إيا ملكي لبدا ملكي كريجيس إنو إسكلا يهي كون كون تضبط السمو يتضبط دول يوحكا كري سماواتكا او عرشيقي اه ايو وحا اوضي حي سماواتك ايو دولانيالك نمان اساقا اسكالي ملك مطلق اه اساقا انا كيرجيس مامو اساقا كيرجيس اسكالي ملك اوه وان الله سوغا والتدبير مامو وان الله سوغا كيرجيس اوح رزاقا كيرجيس اوح دلاء كيرجيس اوح نوليا كيرجيس روبك كينا كليجيسا أبارتا كينا كليجيسا عذركا كينا كليجيسا عافماتكا كينا كليجيسا إلماء كينا كليجيسا عدو دونا قبلا كدقا كليجيسا قفكو دونا عزيي كليجيسا قفكو دونا دليي كليجيسا كونكا مامولا إطلما مشابتش وإن الله لو كليرا معناها وان رب معنيه سي الخلق والملك والتدبير كالذي سوى حبورا كالذي سوى اسكالا كونكوردا كالذي سانا مامولا انتا سو اسكوا توحيد الربوبية رب النبادي سأل الله كريه كالذي سوى حبورا الله خالق كل شيء وحوال با الله أساقا أبورا أساقا كالذي اسكالا دمان وحوالبا كاليجيس أساقا أبورا أساقا إسكالا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير حم قير كيسو بطي الله كعنتي سوكوش الملك ورنبا إيه وحوالبا أودا وحوالبا أودا كاليجيس أمامولا ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق ولله أبورست كاليجيس عليه والامر امر كان كلجيس اسون هذا وحصر فيه الا له سو خبر مقدم ما الخلق رسول متدين مؤخرا والامر رسولكم عطفا
كليجيس أبورستل أمر كان أسكت كله أمر كنا وامحي الأمر الكوني والأمر الشرعي لا بد من كليجيس أسكت الأمر الكوني سك كليجيس وح مامولين كليجيس مامول كيسكلي كليجيس أمر كشرعي عليه سك شرعي تجيك كليجيس تاسوا نوع كميت قابب كله وحيله الله سبحانه وتعالى وتوحيد الربوبية معناها الله بعضنا وتوحيد الألوهية وإن إبادة على الله كليله توحيد الألوهية معناه وعيه إفراد الله 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 كليله سبحانه وتعالى بالإبادة إبادة كل جيس لعابده وأن إدكال للعابد وإن أنقذك الله إدكال للعابد كل جيس أتكده كل جيس أسكيه كل جيس أصامه كلجيس أحكيه كلجيس أجهاده كلجيس وناقه أمر درتيس درتيس كلي حمان تأريبه درتيس والدكيس البار والنغضه كلجيس أساق درتيس قرآن كواقليه درتيس التصبيح صده درتيس وحو صدق إسته درتيس قرابته وحريريه أي إبادة أصمينا وإنه الله كلجيس أصمينا كلجيس وتوحيد الألوهية نوع صدحاتنا وهو يهي توحيد الأسماء والصفات إنو الله أسماء دو اسكن مقعابي واسكت المامي صفات دو اسكت المامي مقعيالك نبي محمد كن مقعابي صلى الله عليه وسلم الله صفات دو كت المامي الله وإن سيدي أي أسقنايين لا سقو لبا الرمادنا الله اسك إلاليو مرك الله سقيو وإن الإله الضمد يسلق شبهه إلهي الضمد ما شبهه ليس كمثله شيء إلهي وحوك مجره شيء شبه مجره إله الضمد يسمى شبهه وإن العقيدة كلها وهو الصميع البصير وأنا إن أصغتا سيدو إسكو قصغي نبي جيسو قصغي أصغى اللائق أؤمنتا ساسو إن أصغتا صدح راس معنو مركا لسكو قلاسيو ايا وحيهن توحيد صدح راس التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به وإن الله لو كليرو وحا اولاقار كيهي ونقضي مركا لكالفافاهيانا توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات مرك التوحيد معنيه سو بلاران عام كوا معناها إذا ذحو قف فصل الشيخ مرك وشيخنا يوحان نري وتفسير اللفظ ببعض معانيه لأن الخصومة فيه ماشد أي دقالك أي ضد أي كبح إذا النبيالك أي أمدها أكاسها ماشد ضد أي مرنك كتاقنا أعصقها بين الأنبياء وأممهم لأن الخصومة فيه ساسو سيجارة أعبرة سيجارة سيجارة أنبياء دون أياس للصوت ديري إني دتك أويينا ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبد الله محايا لي انت غارب كأه والغو فتريي إلي أبو إلي إقراريان إلي قران والغو أبو روى كف فتريسين الضمضو الله رب المديس مشركين تي عربات أيام مركة لويدية قريي ولا إنساء من خلقهم وريائن أبو ريه دي اللي يرهدو لا يقولون الله الله نابر لي ولا إنساء من خلق السماوات والأرض هذه الويدية قالوا أولا إلا يا أبو ري إلا ريالك يا أبو ريالك لا يقولون خلقهن العزيز العليم وحيني وحى أبو ري ألها علمك إيا أود بضان قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصاع ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر هذه الويدية أولا إذا يا إرك الروبك ككر إن كر ساقا نولك كصوب إلى الجيدة
يا اسكلم مقل يا ارقا يا واي احد كميت نول كصبحي مد بنتي مد بنتينا مد نول كصبحي اسكت دودوبي ارنت يا مامولا وحي به دونان الله الله يفعل ذلك لما الله سمعني وحي قرناي الى وحر وما يؤمن اكثر بالله الا وهم مشركون اكثر كود الهي مرقوميان الا ايغو شرك كدر ماهن صحابه وحي كفسن عبد الله بن عباس كميد يهي سيد ابن جرير الطبري ايه ده سوره اليوسف اذكارك كرتو كو سو نقليه وما يؤمن اكثرهم وحلولا جيرا مرك لو ويديو يا ان ابوري ان اليه الله ما ابوري شرك الى كل شيء وحلولا جيرا ان عبادتي سديدين صار العابدين بل وحي اوغايه اد كلو وخ قبا كرت اني سن جيرين حد حالك دنانادو في حالته ادكاتو بده هبي قران ee laga cabsado hirka fayda rakibu fil fulki da'u allah mukhlisina lahu din ila qulay badda markay koraa allah kaligis ay ibada u kaliyeen kaligis ay tuugayeen sidaas ay ahay marka nu asadooda iyo dagaalku ka taagneen bayn al anbiya'i wa umamihi sidaas uu si gaar ah u taafay واعظم ما شيء او وينن كبدان وامر الله الى امر به شيء التوحيد وتوحيدك وهو توحيدك افراد الله والله لك ليديس مصدر مضاف الى مفعوله افراد الله والله لك ليديس بالعباده عباده الله كليانه وين الله كليانه انت لو بدر ما جرو لا ملك مقربة ولا نبي مرسل مثل إطلاق الدار كلامة شروع إدو إله أقول يا إبادة الله قدر ما شروع نبي إلا لا عابد ما أقول ملك إلا لا عابد ما أقول جيد إلا لا عابد ما أقول ولي صالح إلا لا عابد ما أقول إبادة هو حق الله كريس كريم حقوق ذا مرك الله في ريو الله إيا النبي صلى الله عليه وسلم وصدق amma baba ebberka on ayu waxba dhageysan xuquuqdaas way iska daranta oo marka uu yiraahdo kale Allah ya rasuula ku dhaart ama uu yiraahdo Allah ya rasuula ila oo la yiraahdo marka la reeb leebka ahad ka ogo mutlaqa oo maanta waxaad ku sugantay bari waxaad ku sugantay wa Allah ahad ka lagu dhaarta wa Allah xule Allah ya rasuula ka loo kala reeba ha ma Allah ya rasuula la kala reeba war meel aan la ogolayn in la kala reebo jirta meel aan la ogolayn in la isku daraa jirta ibaada markay tahay lama ogolo ilaah inta lagu daro nabiga uu tukaa batra gala ilaahan uu tukaa ina tirana waa waajib waa iimaan iyo tawxiid marka ma waxa leedahay anuu nabiga uu sujuuday moodan kala reebo iga tukaydo dadni yeesato inaad Allaah iyo Nabiga xad wada tukato muslimiin toddan waxay isla ogol yihiin gaal inaad tahay mushriga marka xuquuqdu waa sadex haq Allaah kaligiisa iska leh cid la lahumo jirto weeye ilaada wa mid dhahda sheegay ifraadullaahi subhaanahu wa ta'aala bima yaqtasu bih min ar-rububiyyati wal-uluhiyyati wal-asmaa'i was-sifaat cid la lahumo jirto حقنا النبي خاص إياه اتكال الله ملح إلهي حتى لما يريد الله حق أسرسين لما يريد الله محي اللغو صليه نبي قال لغو صليه صليه ويدعو نبي قال لغو صليه إلهي كو صلينا لما يريد إلهي لو مدعي إلهي لو مدعي وقري ما قرأ صلي النبي قال اسكاله صلى الله عليه وسلم الله سيئي لما يريد الله لغو صلينا لما أقوله الله لو ما صليه لو ما دعيه مخلوق لو دعيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن القيم اي مبنى وحي كعبنا نوكلته لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه التعزير والتوقير نبي اسكله لقدريو لما موسى لحوتيو نبي اسكله حقنا هو مشترك
إلهي وينا يا إسكار أس نبي السنة إلهه أمري أمها كميتة وبليه وها كميتة الإيماء وإلا رميه وإلا رميه والضاعة وإلا أضيعه والمحبة وإلا تعلاه حقاس صدح راس حق في ريه لكن صدح دماء نبي قال والله شيء الله نقول له شيء لكن متبوت قارها اللي هو شيء اسمه الحق صدح ده قودهان والله شيء النبي قال الله نقول له شيء صدح ده حق لكن متبوت وقارها اللي هو شيء اللائق تصالح الإيمان إلهي وإلا رمي النبي قال الله رمي صلى الله عليه وسلم لكن مسكوسي الله رمينا مسكو معنى الله رمينا ميا الله وحى الله رمينا يا رب إنه يكون كذا نسموليه أو ملكيه أو مامورة ما قرأت إنه إذا هذا كاريجيس ليه أو إدلاله تشري أسماء يا صفات إنه كاريجيس ليه أو إدلاله تشري نبي قال وحى الله رمينا أنه عبد الله ورسوله إنه أضان كألا أبورتيه رسول كألا صدريه صلى الله عليه وسلم سأصل الله رمينا سأصل الله رمينا الله وحى الله رمينا يا رب العالمين إنه يهي كالجيس كون كأبور إسكالي يهم مامور وحى الله رمينا يا كالجيس إنه إبادة الحق وليه يهي وحى الله رمينا يا أسماء يا صفات اسكت الماما اسكم مقا عابي أما النبي قل كت الماما كم مقا عابي إنه كالجيس ليه نبي قال محمد الله رمينا أنه عبد الله ورسوله إنه أضانك الله أبورتيه إنه يهي رسولك إلهي صدر صدق كوى الله بضب الله رمينا لكن متبقاف قاره الله رمينا اسكن نقمة سيدا كلاته لبضب والله أدعى لبضب والله أدعى من يدعي الرسول فقد أضاع الله وأضيع الله وأضيع الرسول ولا اسمع أدفع الله أضيع رسولك أضيع باعه وح الله وح الله يرسل أمرين والله أضيع وحي الرابين والله حرى وحي أمرين والله سمينا وحي الشيخان والله رميسانا لكن في رضاعة أصل الله إسكال اللي ذاتي وحق لي نبي محمدنا وحي الشيخان مبلغ وي الله أمر كيسي نهي بسي قبر كيسو لسو قرسيني في ريد لماذا يقول لك لكن فيري الله ومشرع وشارع شرع جدا جيني وعضو ماذا وحكو عضو صني ووح أمري ووح كرهي ووح أجدين نبيه شارع ما نسأل شرع مدى جيني هل مسألة أن إلهي يسودي منكم صدر نبيه نبيه ومبلغ وقرسي شرع دي الله عضو ماذا سوى قرسيني مركا لماذا يقول لك لكن مرك الأدعية وإن أكتهي شرعنا الله هدك سري ما قرأتي نبي قرأ وقرسي وإن كيه شاما الله أمره يروه من يدعي الرسول فقد ضاع الله لبضب ولا تعلان لبضب إلا تعلان واجب لبضب إلا تعلان واجب لكن تعالك اللي بدأ ولا تعلان متبوتوي الله لذاتي الله تعلان سجعنا أبورتي أسجعنا بيلا أسجعنا الدلة أسجعنا الله ده تبي سامو تعلانين ما بيجا الحب مع الله ماهم الله لا تعلان ما إنه الحب في الله هو الله درتي سامو تعلانين ما بيجا واحد تعلانين أنه رسول الله إرو يه إرجع الله صادق صدق ساسامو تعلانين محبة رسولك لا تعلان ماهم الحب مع الله تسوى قالوا لما أقول إلهي إد إلا لا تعلان ولا لسيم لكن حال الله تعلان النبي قال الحب في الله ولله اللي درتيس الله تعلان فصولك الله صدق صدقينه يهي درتيس الله تعلان ساس الله تعلان مالك حقوق ده صدح لاس الله قيبية علماء بدان أو قيبية الإمام العلامة عبد الرحمن ناصر سعدي القول السدي على كتاب التوحيد وصدح ده قيبنا العلامة محمد بن صالح العثيمين القول المفيد على كتاب التوحيد والصدق وقيمنا هورينا ولماذا هورينا السلاس وقيمين قربة سداء الإمام العلامة ابن القيم سداء وقيمين
الكافية الشافية أي سيدة أقو قيبنا أبيات بير أو ضدت أقو بيانين أبيات بير ضدت أقو بيانين أي ساس لي أولي هي لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذي القربان وكذا السجود والنذرنا ويميننا وكذا مطاب العبد من عصيان وكذا التوحيد والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا العبادة واستعانتنا به إياك نعبد ذان توحيدان وعليهما قام الوجود بأصره دنيا وأخرى حبذا الركنان وكذا التصبيح والتكبير وتهليل حق الإله الديان لكن ما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان مركز لهذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلها يا أولي العدوان كوين حد قدو كبضانو والحقوق دو صاصة صدحو تهكو حد قدو بنين اي صاص او كالبرتا تأسو لي مالك حقوق دو صاصة مسألة اس او اه افراد الله بما يختص به الله الله كليالو وحق لقونيه اي خلاصة هان صدحنا بابا بوكا كعية طلبوا كقية ووحي رهدان وحوين إن صدح الله قيليا صح ما أنت وحيد بوقي كشدا قارو لي بهد أهل العدوان وأيجا كوا مد وشيق ليا هاي هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلها يا أولي العدوان كوا أهل العدوان كا وأيجا الله تنكليا وأي كتا هاي علمي إيا حقدان أي سنكاع الحين وهذا كسي حد قدبان أنا كانت بحي رأيدين إن توحيد كصبح الله قيبيو معنى هذا هو تثليث تثليث مطقا وعقيدنا كريستان كريستان كو سدح إلهي عابدا الله والروح القدس أيكم عاضيا إيا عيسي ونبي الله عيسي إيا نبي الله عيسي هو يدس مريم بنت عمران صبح ذا سي عابدا تثليث ليرة مركزي واحد لين قارك مدقة واحد وين توحيد كإن صدق معنا الله قيبيا وتثليث وضدك صدق إله لوجي يري وهذا قال لي يري صدق ناس ضدك الأمر ضدك أساس ده أنا وأجي هنا بين تاور كودي أنا ود وكلية هالكاس جارسيني أنا ود وقفك واحد جارسيني بلا يابي لازم مركز إلا قلنا نقاش نقاش وإلا قلنا قلوا سيدك الشبهات أي كل ذين لوجد دويه أيق أنا كود قير كالله أبو تلاقي وجب بهذا شرط أو قال لعطه شرطا فعن لين نهاي صدق راس معنا خلاف كأب مقول خلاف سنتين ما خلاف معنوية هم سوى اللفن فعن ولا كذن صدق راس معنا إن الله كريه عليه ما واحد لذين معناها وقلت إلا النصارى ضفيري annaga waxaan leenahay saddexda ay caabudayaan laba kamid oo waa gaalnimo in la caabudan leen oo ku khilaafsan sooma nabi ciise in la caabudo waa gaalnimo nabi ciise hooyadiis in la caabudo waa gaalnimo allah kaliis in la caabudo waajib ah illa waxa ay ayagu qaybiyeen waa macbuudkii muwahidkii way la kali yeelay ay saddex ka dhigeen mu'miniintuna muwahidku waa mid كان لكلي يلا وامد لكن قاب كلو كلي يلا يا صدح وجهه لكن حال بدوي وحل كلي يلا والله حلليه الله هكرجس كون كابوري او مامولا الله هكرجس مرعيالكيس يتلماميس اسكاله او عضلو بجرين الله هكرجس إلا عابد حق له مركا إله العابد يضبك اللوغ يرى يلا وحيد يا وامد ما يسكم ميدا بالله عليكم كو وحنا لنا مركا قلاف كأن قلاف سنتين ما معنى ما سوى اللفظ دير هذان قلاف كأن إن قلاف سنة هاي ومعنى ورك يضد وصعب شرمي
صدح إذا مد كم إذا هكذا واقع أن إلهي حق لهين كون كتن الله أبوري أساق إسكالهم معمولا ومد دي كوبات ربي نمان ترغيس أساق ربي هنوك لا فين هيره دين ما يربي كما أهن ومعنى سواق عر هيره دين عر هو كلمة قطر عر رجع عين سوطور عر هيره دين والله سنديك على هذا يرهدان ما ذكر حرمي بقى بذكرن وكل بحاي المركز قالوا إن قنا هذا يرهدان الله حكم أبور أما يرهدان ولا لا أبور ثم كو تاس ولا جت معناها كله نقول قلافين هاي رهدين إلهي مجا يلا وسكون مجا عابي أنا النبي سكون مجا عابي صفات إلهي سكوت المامي أنا النبي سكوت المامي سيد الله إقاء لغمت المامي كره نيرهدي أنا وحنا لنا سيد الله إقاه الله قط المام أضمه من يلقوش به هنقول قلافين هل لسه استعجل ما بنا أنا وح إله يسكون شغل يلقوش له لسه استعجل ما أوده معناها صدق هذا نقول قلافين أو إبادة كريجي سايسكله إذكروا إبادة مضان مجر ما بي أذكر فإن نقول قلافين ما أوده تحصل كسب حنو قد دواوني معناها أن ضدك أقول يا إنه نقطين أن إله اللي هو ارتجى إنه معنى حقه ويأيوه إيسان كل حين حقه إنه إنكرا وكو لفظي يا صهر قار كميدا مركا حوغا وحقرقرا وحقاقية أوحيرا ميا معنى هو حق إلا ما هو ذان معنى هو حق وان أقن لكن لفظي ويقلف وحن ديدنه وحن ديدنه إن الله إله إله يا رب لبل معنى لقى دغو لبل معنى الله وسكلي ان لقى دغان ديده ما يله إله يا رب وهل معنى وهل معنى افرتان كو كلا سارين هيك جواب افران كو كلا سارين إله يا رب اميت كميدا كجواب اسك دايرت كودا جوابتان افر حجوها امام إله يا ربي أصل كمعنى هاي اللي كل الدويه كو حق اللقظة إله ضمان علماء المسلمين توحي يكون فصيرين معنيه سؤال اسم مفعولية أو إله مألوه أوياه معنيه سؤال معبود كل عابده إله أو أي لمدية هاي سيدا كتاب مكتوب فراش مفروش لباس ملبوس فعال مفعول إله مألوه إلوي أي لما أنكو فصيرين علماء المسلمين إن معنيه اسم مفعولية أو إله معنوه يمد لعابده نقول قلافه أو واحد ترى ذا معها اسم مفعول واسم فاعل ها أو أساقه عابده نقول قلافه ما أوده ربنا واحد لما أنكو فصيرين معنيه بمعنى الرب إلوي اسم فاعل حاجة معنى قام صفة مشبهة ومركلي هذا رب السماوات والأرض ويهي خالق السماوات والأرض ومالكهما ومدبرهما متك أبورة إسكاله إما مولا قارنا صفة مشبهة كعبين قارنا صفة على كعبين لكن هلقف اسم مفعول كما عبين بابا قاليو هدي لك عبين قولي رميد الله ربي كو لقد وكوك لدونا نقول قلاف طب لغه ايضا ومعناها كوبان كو كل صارين ان اصل كو كل دويه البرهان الثاني برهان كلامات حجه لبا الهي با اسكو عطفي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس وصبح بمعنى اله سبحانه ثيري قل ده ما بقى سوبر أعوذ وحنمجن جلا بالرب الناس بذكر ربك أبورتي إيه بربريي مربك أهو برباري ملك الناس تصوام حين رب صور إله الله سوى يما إله الناس وحتى ملك الناس بذكر لن بقر كمامورة ملك وصفة إله إسكري صفة إله إسكري الله سوى يما هاي إله الناس ذكر من معبودك أي عابدان أو معناها أي واجبك كنت إني عابدان أحدك حق له إلا عابده إيه ذكر من عابدان حق له حضات ترى واسكمت
وحالين ليه بلاقة عيب ويكوت هاي صدح ذا الشيء وحال من أساس اللي شو عطف وحالين نقيل التكرار ما حد يعني سكعي الإلي رب الناس بدك إله هذا عابدة ملك الناس بدك إله هذا عابدة رب إله الناس بدك إله هذا عابدة ضلوا التراهبان وحالين نقيل بلاقة من الحناء يكوت القرآن كون بلاقة ما يشوف صريده كسوين نقول قلاف نقول قلافك علي الله سيدا أقيدي صدح بها بالله عليكم إلهي ملك ولي هاي رب الناس بدكور لن ربك أبورتي إيه برباريي نعمتي سكو برباريي ملك الناس بدكور لن ملك إسكاله إلهي الناس بدكور لن معبودك إلي عابدان حقا ويهي ما صدحا ما سوى هلمت وحلة الماما وحلت الماما ما هل إلهة ما سوى صدح إله وهل إله لكن حلوت الماما صدح تلمامات أو كل الدوين ألوت الماما لكن وهل إله وحلت الماما تاسم وحق قرآنك إلا يسكو عطفي برهانك صدحي برهانك صدحي عرفت مركي عابوديان سنميال كود ولي قود ربكم أمك عابد لكن إلهي يكون مرحبك فيري ولي قود عربو سنميال كي عابودي كرين ربكم أمك عابد هل مرحبت الله ما هي قرآن إن الله تاركو آلهة تناء فيري إلهي يالكين إليه أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا الشيء عجاب إلهيالك يرى الممدو كأنك نمان مركي شيئا ينسلم يالكو ده إله يكون مقعابا هل مر مكيني كرت أيها قولي ربك أيها قولي هل مر حتى مكيني كرت عربتي فصحة ده هبا يسكو مديه سو لما دبكو ما مقعابا عرب أساس أكرا سارتين نقول قلافو حتى لان ربي يبيه جنوان كان قرآن كوچي قرآن كان إنين كان وبرهانك صدحات برهان كأفراد هذه قفك أويرا هذا أصدق أول قال أحا لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلمين تنوح يكون إجماع المسلمين ونقونا وحب المسلمين للصيني سيدة ابن المدير إجماع وكو صار سيدة إمام نووي الشرح المسلم وكو كان رمضت ركا كلمة اسمك كل نواق وحب المسلمين للصيني واحد كان تان لا رب الا الله الدير حق المسلمين الصيني ماشي كتاب اللي هذا يسكو مد يهين يسكو حقون اي قاعده الحي من قال هاتي هدوير هذا الله رب الا الله كونك رب كلام مال الله ما هن الا الصيني كان دا يسكو مد تدد كون اساسا لو يري واحد الى وريا مره لو لقينيو قفكا او قف قالو كيرا ان اسلامان ربا كلمة تقول لك إنه واجب وحا إنه نقطة لا إله إلا الله محمد رسول الله واجب سلاح صعب حتى إلا متحي ما لا إله الله رب إلا الله ده. ها أما لا إله إلا الله حاندها وحضرتها وحديكرتها لا إله إلا الله وحلا متأ لا رب إلا الله حلا ده كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله أفرتها سواجنا ويكوك للدوين أثرك كتشواب تاس مركي كتشواب وياه وعيرة هذين حتى أنا أقول شو بهن هينا ها وحران هينا هيدا وعيرة هذين حدي أي لبعض عن معناه أصل ككل دويه أصل كهدي كل دويه نبي الله يوسف نبي الله يوسف مركو لبعض إنه حبس لو كنتي تدعوا له وياري هو يري مركو حبسك كوي كتشري مركو أبو يري أرباب متفرقون خير أم الله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار والربيال كالدوان أوفر بضان مي يقير بضان مسيح الله هذا يسكن مد أي سنحيري هذين أو إلا بم احنا كريهين هو قدر وايه أآلهة متعددة خير أم الله
ها اون ربي كريو كفلنايد هو غتري ليس كفلنايد وحي يرهدين قبري قبك مركه لا دغو قبك مركه قبري لا دغو ملك وحله من ربك ربي قواكم حبايسن كفلنايد يرهني ما معني ان لا قادنين او لا ما معني كليه ما ملك يراهدو ومن الهك قرت ربك على الهك انا ايش اوغو كافتوم الله ما كوير داي لبدود كلا دوين هو كافتوم وحي يرادن الله مركو برو ادم كبلنكا كقادي الاستم بربكم وربك من ميانا نهي بلا انا نهي وركيت بدايه واطا حديثا اسكو ميت اهين ألست بإلهكم هو دلوه أن ربنا ما كليه وحكم في الليل كي جوابي كوانا نحن فعليني جواب وافي علينا نحن جواب وافي ودولها علينا نحن وحيطها كلمات كشرعك إسلامك وحاجرة كلمات أولا يرهدو إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا أوقف كان فهمين وسن قواعد كصنة يبيعوا قواعد كتوحيد يا إيمان وسفهم كريم حتى فقه وسفهم كلمات ساسات وبنيه كلمات كاس كلمات كاس ضمان تتأثر كوكو الدوين شرع إذا روح الصنايع حد يسكن ميل أي كل ما ذا الله معنا الله كلا الشيء حتى هل ميل كل ما ذا اللي بدو دي هل ميل حتى اللي بدو يسكن أي ما ذا الله معنا على كلا الصيا وأسأل كودا كلا الدوين هذه مت كم إذا شرع ميل كل شيء جانا لبادي محل اللي ورد شيء وبنيه واحد كم إذا الإيمان والإسلام قف كسر شرع اللقية قام إيمان هي إسلام إن كلا الدوين الأوجي حاجة اللقطة هي أسأل كم معناها لبادي هذا أنا شرع إسلام ك هذه اسكون ميل كل شيء جو سيد ما حديث كجبريل ما الإسلام وما الإيمان لما معناه كلا الدوين او اسلام كان وحا لو استعمالا اعماش ظاهر كان شهادتين كان صلاه سكده صونك حج ايمان كان وحا لو استعمالا اعماش قرصون اله الله الروميه ملائكه الله الروميه كتب الله الروميه رسول الله الروميه قدر الله الروميه قيامه الله الروميه واعمال قلبي او قرصون ساسا لو كل دوين لكن هديه حل لا شيغو او لا يراد قف كمسلم كحكمك سوا صح labadii waa loola jeeday labadii waxna loola jeeday hadii muumin kaliya la sheegana labadii waa loola jeeday ee loola jeedo qof islaamka ka tago amal qalbiga kaliya haysa loola ma jeedo loola ma jeedo oo hadiis sahiha la haya oo aqmaasha dhahirka iimaan ku tilmaamaysa soo ma jeedo waxa kamid ah al birru wa taqwa labada asal kooda kala duwan al birru وفعل الطاعة والطاعات اللي سميه والتقوان وترك المعاسي أسأل كذو الشغيس كمالي والتقوى من الوقاية اللي كانوا وإسحمان تقنى تسكيل على جانبك هادين اللي بدأوا اسكم ميال لغو الشيخ وتعاونوا على البر والتقوى بري قوحة للوجه ده وناك السمينتي تقوى ده نحمان تسكيل على جانبك حبي هل من الله شيبو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا لك بقى لبدي ما لو رجيده ان وانا قال الله سميع مانتنا لقط وحاكمت الفقير والمسكين حديثكم ميل لو شيغو انما الصدقات للفقراء والمساكين هل ميل لو شيغو لبا معنى لو رجيده فقير كان وحا لو رجيده قف كمالنتي دقالها او باهي هي مسكود حتى انهي لك مالين تهدو طبان كنو باهيه حتى عشان ما سوهي لكرو فقير كالي تلو فقير اللي ده بكاس قف كمالين تير وحاو باهيه نسبة كميدة هي لكرا وبقول كي مثلا طبان وباهيه طبان كي شانو هي لكرا ايه كبرا لكن امان ده ما يستمر كاسم المسكين اللي واللي بدأ المركة هل ميلا لغو شيغو حد يه هل ميلا شيغو قولي را فقراء ده وحسية لما دي بقى اللي ولد شيده مساكين توحسية دي لنا لما دي بقى اللي ولد شيده وكذلك الاله والرب وصف دي لماذا هذا الله شيخه لما معنى كلمه
ربنا وحلولين كده وخالق ومالك ومدبر ومربي كون كان بربارية إلهنا وحلولين كده معبود هذه هل مدل الشيغانا لابد ما نحن إسلوه مركة تصاريالك أد كينا إذا مدل الشيغ لابد ما نحن الله وطن لابد ما نحن وطن ومركة الله وليه ألست بربكم لما نحن ذي وطن رب ميانا هين خالقين ورمالقين ميانا هين مربقين ميانا هين إله حق إنا تعبدان حقول وري ميانا هين ملك قبرك ملك كوة الدين يا أولاي هاي من ربك وربك واكما لماذا محنا يوضط ورياك أبورتي ياك ملكي يا حق لها إنا تعبدو يا تعبدو كيف شاك إنا تعبدو كيف محنا يوضط مركة تاتنا الدوديد وقتها waxaa intaas haray saddex shay oo kale oo laga marmaan hadaan ka baxnay afartaas iyo jawaabte waxay tahay saddexdaas waxay tahay oo qulaasa amas mid kamid waa soo laabay ku leey saddexda waxaan u leejeeyay ko macnaha nagu khilaafa hadaa aad warkiina diin in kaye nagu khilaafa macna hadaadna nagu khilaafi kareen waxa weeyaan waan soo naqlayna culimadii salaf iyo qalaf ee nagu khilaafay kan culimadii salaf kuma dhig haddii ogtiin in salaf iyo qalaf dhigi jireen war hal mid oo khilaafay keen saddexdaas way macnaheedu la jeedo marka macnaheedu nagu khilaaf way xaq gadi ka soo gudub laba bisan ku soo qulaasaynaan labadaas waxay tahay mas'alada shaday in ka tahay cilm oo wax cilmi ah ka hadlaydaan annaga waxaan keenaynaa culimadii salaf u saalih wadinkii yiri maxamed abdu wahab bilaabay wadinkii yiri ibn taymiya bilaabay ibn taymiya ka horan keenaynaa culimadii ka horeeyay culimadii ka horeeyay ka keenaynaa kun sano ka hor ku yahayan keenaynaa maxamed abdu wahab sadax boqolo sano soo moog wuri dhacnaa dala shadiisiya basas لكن وحن كيرا إن كون صنع إما بإيه كهر مد إيا الله بأنا هاي أنك كيرا إنا نقول بيني أبعث أنا لأنكم أطهر لك تطهر حبوبيا كيرا إنا إيا ألوهية وصاص قطهر أولا لي الله بأنا الله حقوله وإيه حتى كيرنا حتى قلاف كينو وحش رأوه هل عالم أو معتبر أو إما دي سلف كميدا أو إن كيرا كيرا أنا نحن بسرده وقلافي صبت إحلاس الدين لوايو كو معنيه واحد ونغم قلافي كرتان علماء دي السلف كان كسر نقلين أوه بين ابن تيمية بالله إن حد عبدوها إن حد عبدوها بيه الضريقي واحد كسر عضان ماذا يستحاب دي سيح علماء دي هل إمام قلافين أدكير ويدان حيثو سيصا عداوات قام مرتب يضل فالإدان صبا ونوح علم يكون إسنين علماء دي أن كيرين أمرك أنب ما قرأت علماتي أنك كيرين أنب كو عنوهر مرين إن ابن شرير الضبري وحنقول قدور أمي إمام المفسرين سفادة سقاط ومعنى الله أقلالي الله وضع السقاط كو إماما أقوى صنحة تراحة أنقول إماما أقوى صنحة gurigi nu yalla kanagana wayan asagan ka bilaabay ayada ugu horeeyda aal imran alif lam mim ay intaas xagga ayada ku xigta allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ayada su ku sharxiya oo uleeya ilaahay uruhiyadiisa iyo rububiyadiisa uu ku leeyahay haddii san halkaas ku oolin uruhiyya iyo rububiyya annaga dambiga ee haday ku taala ka jawaab al asmaa wa sifaat suratu al baqara ku keenaya hal yanduruna illa an yatiyahum allah fi dhulalin min al ghanan ulayhi itiyanka sifatan ila min al asmaa wa sifaat baqa hawili al asmaa wa sifaat wa sifat ilahi ka soo saarta maama sadh risaasi ugu taala ku wa hal imam aan ku darayna
وأنا هذا قرمو لنت ابن جرير الطبري قرموها مثلا صدح بقول يتقرن كيو لنت كن بقول يلا بعتن صار كهر لنتوي معنيه كن يبقول يلا بعتن صار كهر لنتوي معنيه قرني دي صدح هذا النوال إيه طبعاً صاروا قرنك أفراد كاملة باللو بيسي قلنا لا كوب بحاجة عبدو همنا قرموها قرمو ده شايفة كون إيه بقل إيه طبعاً إيه شانسة ماها إيه مركة مرنعي كارتا مركة محاجة عبدو هابا باللعبي صورتا قلمت يا كون إيه بقل إيه طبعاً إيه شانقو ده شاي كورم قرمانا ربوبية إيا ألوهية المدو شيئاً كون سنكوها كورو باب كينية باب كينية ساس ديكي جري باب كي باب كي باب عجائب لي لي وقفك قفك هدد شوغ قفك هدد شوغ قفك سبو شوغ ووحو للا قفك ريجري باب كو ديوه وتذكرة اليقين كيين أولي هاي 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 باب هاي باب هاي هاي باب هاي 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 مركا باب كاس مية حد مركا باب كاس ما باب كاسة كاس مية طورتين سيكالك ما دعي كالي ويهي امام كالي وانسوا قادر انه وحوي الامام ابو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بضة الاكبري المتوفى 387 اصلا كل سنة كهرو كن سر كهروي وحو دنتي صدح بقول سيدتني تضبط قرن افراد النار كتاب كيسل الابانه عن شريعه الفرقه الناجيه ومجانبه الفرق المذمومه صدح نصاص ونسجري اله الله رمينا صدح ذا نوع لو رمي صدح ذا نوع لو رمي صاص ونسجري وغيري وذلك أن أصل إيمان بالله أصل كإيمان كالله الرومينا الذي يجب على الخلق اعتقاده وإلا عقيده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء صدح صدح شيء صدح يوتري إحداهما أن يعتقد العبد ربانيته وإنه رب نبديس عقيدية ربانية هي الربوبية الأرواح المسادر سموكي وينو عقيدة يا رب نمديس مبين ليكون بذلك مبينا لمذهب أهل التعطيل سيقول نقضى قف كفك مذهب أهل التعطيل أو رب أنسوه كون كونوا رب لي والثاني أن يعتقد وحدانية عبادة وإنو الله كريه وإنو خمية ليكون بذلك مبينا سيقول نقضى قف كفك مذهب أهل الشرك كوة الله عابده لكن إبادة عدك الأغضاري كي صدحاد الشيخ والثالث أن يعتقد وين عقيدية موصوفا بالصفات إنه كنت ماميه الصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوف صفات أيسان بنانين إن إله اللي قلت ماما مهر وحكرة صدح لها سأصل الإيمان لي كذلك ابن حبان البستي كتاب كورانكو أخرنا واجباتك مقدمة روضة العقلاء ونسة الفضلاء وصدح لكو شيئا طبعا كوب بالعبارة الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية ما هذا هو عايز كاله الله لك للنغضي ألوهية لك اليوبدي المتعزز بعظمة الربوبية ربوبية أود الله لك للنغضي مركز الصفات كما كمت الشيئا العالي صدح هذا حركة سوكو كير وعاد فيه لذا وقرمة عن ابن حبان البستي وقل انت صدح بقول كنتني أفرتي وأكون سنكوها
سو ما تشيدي ابو بكر محمد بن الوليد الضردوشي كتاب كيسا مقدمة مرك كتاب كيسا سيرات الملوك جزء كوبات صفحة 7 لما وحن كاخرين انا وكتابك القول السدي في الرد على من انكر تقسيم التوحيد المساله ده بل لو عقدي وغير واشد له بالربوبيه والوحدانيه يعني الله يقر الربوبيه دي انه رب لك وريه هي انه عباده لك وريه وبما شهد به لنفسه من الاسماء الحسنى وصفات العليا إياه وح الى نفتي ساقر اي اسماء اي صفات اي اسماء وراك بلا اي صفات صحيح ساس وسو انت عسكري ما مد يلا بنا ما بقلان جالس يكرنا نو هل كسحنا وقا صاحن ان ائمري سلف يا خلف كبساس وسو جري اي تمام جري او بين ابور اي تن حل عبد الوهاب يمتني بالله تيجو دمبيدا او كسوغين حيهات قال يا نغو انكر او نغو خلافه وحا ويهان حل منو حل عالم كان ها فاسه هل عالم كان او يري ما بنانا ربوبيه اي الوهيه ان لو قيبيه ما بنانا هل عالم يري كان او عالم معتبره ما هيان ايدان لغا سوغين انت اسكدي وحن اوغاني وحن اوغاني ان مرن اي تاي اي عداوات دينيد ليس العلم أهاي ولي الحديث البقية سألتنا هذا لا أحري وقتك أنا قد ما هذا الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.